la ceinture de la ville de Smara. Cette position, je peux vous la situer. Il est entre... Il y a Wad Al-Asli qui est devant nous. Sur notre gauche, c'est la route d'Amgala et la position que vous venez de voir. Sur notre droite, la route de la Youne. Et au-delà de la route de la Youne, il y a une autre position. Et derrière nous, il y a la ville de Smara. Et cette position fait partie de la défense de la ville de Smara. Il n'y a jamais eu d'infiltration du Polisario? Non, il n'y a jamais eu d'infiltration du Polisario depuis que je suis là. Vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 18 mois. ثلاث سنوات بعد نشوب الحرب ما زالت تمارين دوريات الاستطلاع تشبه تمارين التدريب. مئة وخمسين جندي موزعون على ستة أو ثمان شاحنات يعجزون عن ضمان أمنهم. اضطروا على تنظيم وحدات من الحركة الصحراوية وإخلاء بعض النقاط وتجهيز وحدات تدخل عسكرية مجهزة من آلات متطورة دون أن تؤدي إلى تحسين فعالية القوى الدفاعية. هذه الوحدات الجديدة التي كانت تضمن أمن فرقة عسكرية كاملة أثناء تنقلها بقيت عاجزة أمام عدو يجيد كل فنون حرب العصابات في الصحراء. سمارة عاصمة دينية وأقدم مدينة في الصحراء. في 15 يوليو استيقظت المدينة وهي مغطاة بمنشورات مؤيدة للبوليساريو، وفي يوم الثاني تأكد لنا أن أهالي المدينة ما زالوا مع البوليساريو رغم الاحتلال. لم يبقى في سمارة سوى 1200 شخص من أصل 4000 مواطن. الكاميرا أقام الحاكم ديكور مدينة هادئة وشعب سعيد لا يطرح أي مشكلة سياسية للقيادات الجديدة. تلقى الرجال أوامر للتجمع في الساحة وارتدت النساء أجمل الأزياء وتظاهرن بالحياة العادية اليومية في الساعة الواحدة ظهرا والحرارة 50 درجة وعاصفة رملية في الوقت الذي تكون فيه الشوارع خالية.
في بوتليميت يبدو على القبائل الزوايا التي فضلت أن تلجأ إلى موريتانيا رغبتها في الاستقلال. معناها عندي أنا معناها أن تعود قبيلة مستغلة بروسة ما عليها يد كان مولانا روسة ومرأة روسة حرية ما عليها استعمار ولا عليش. المعالقات اللي بيننا نحن والمغرب اللاعين نطيبون ما حدنا في الصحراء ما كيح وصلنا معالقات اللا بيننا نحن وموريتانيا ما هي بيننا نحن والمغرب. الناس تقسيمها هذا والله إلا نعرف عنه يبقي شي في الأخلاق ما نختيره حد منه يعود شرق وحد يعود هناك نختيره قوية كاملة قوية لا صد مضمومة إله كاملة. هذا من الناس اللي سوت عنه القاسي الجزائر اجتهادي فيه انه يدور يروق استغلال أرضه صحرته أقول جاي بالاجتهاد. وهذا من الناس اللي قاس موريتان يدور العافية وأرض موريتان. الإحصائيات الأخيرة كان فيها في المغرب 733 معتقل كلهم تقريبا من نساء وكهوب. وهذا على كل حال هم الناس اللي منذ سنة وست أشهر سنتين إلى آخره. هذا أيضا دليل آخر على عملية التضامن هذه الواسعة عملية على كل حال موقف الواضح من والمضاد لعملية التقسيم والقضاء على الشعب والأرض. في المغرب يسكن حسن الثاني المعارضة حول سياسته الداخلية ويوحد مواقف هذه المعارضة حول مشكلة الصحراء. Mais bien au contraire, on a trouvé que notre point de vue était le seul et que vis-à-vis du colonisateur et la colonisation espagnole, il n'y avait pas d'autre voie. Je me dis Mohamed Mustafa, arrivé à Paris, arrivé à Tamilia Fchad Saoud. Je me suis dit que la situation de Jij, جيت لخوتي صحراويين ثوار يعني حبيت نعيش معهم وما نعيش تما في السيطرة. بكرة عقدة الصراع مجمدة هي أكبر احتياط فوسفات في العالم 1,715,000,000 طن. وبسبب الهجوم المتكرر للبوليساريو وعدم الأمن الدائم الذي يخيم على المنطقة توقف استغلال منجمي من الفوسفات فوق الأرض. هنا أيضا يريد المغاربة إعطاء الانطباع بأن ثمة نشاطا عاديا. قافلة من 50 شاحنة عليها حراسة شديدة تنقل دوريا 1,200 طن من الفوسفات إلى الميناء نقل هامشي، عندما نعلم أن حزام النقل التي دمره البوليساريو مرات عديدة كان ينقل 2,000 طن في الساعة وأن إنتاج المنجم السنوي يمكن أن يصل إلى 10,000,000 طن. باستيلائه على الفوسفات وهو قاعدة الصناعات